زمزم لما شرب له. ظل سيدنا أبو ذر الغفاري عندما كان أتى النبي مكة يبحث عنه 40 يوما وهو يشرب من زمزم، لا يأكل ولا يشرب سواها. إذن فهو ماء مبارك وهو ماء غير عادي، ولكن الدعاء مستجاب بعده. لما ذهب الإمام السيوطي إلى الحج وشرب من زمزم قال: فدعوت الله أن يصل بي إلى مرتبة الإمام البلقيني في الفقه. والإمام البلقيني هو شيخه أو شيخ شيخه، أراد أن يكون، وقد قيل أنه وصل إلى مرتبة الاجتهاد. صفاء ذهن الإمام البلقيني أتى للإمام السيوطي من هذا الدعاء، استجاب الله دعاءه، وكان من أولياء الله الكبار، ذاكرا عابدا مصليا خادما للعلم متشفعا للناس خادما للمجتمع، ولذلك فقد فتح الله عليه. ماء زمزم لما شرب له.